سيدنا الطحاوي ماذا قال؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا جهة فوق ولا جهة تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، الله لا تحويه الجهات الست. فهذا الذي ينسب الجهة إلى الله تبارك وتعالى فيقول إن الله تعالى في جهة فوق، هذا ما عرف الله وما عبد الله. شبه الله تعالى بخلقه، لأن الملائكة هم سكان السماوات، ولأنه يوجد حول العرش ملائكة يسجدون على العرش، هم حافون من حول العرش وهم في جهة فوق. لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان مثلا للملائكة، والله تعالى ليس كمثله شيء.